بناتنا ولا احنا خايفين على بناتنا؟ خاص يديروا معاه شي حل هنا ولا يشوف هاد المجرم اللي قتل هذا خاصهم يشدوه. ايه والله الله يرحم والديك. وقال لك هذا اذا مسكينه طالعه من تقرا مسكينه تلقى لها من ما عرفناش كون هذا خينا. ومشاكين في كاينين كيطلعوا مال المواطن هي ولكن ما كيعرفوش من كيجي. وكان خافوا على اولادنا ولينا نديهم ونجيبوهم بقينا خاص ضروري الواحد يحضيمها وما بقى حادثه حاجه. البلاد اللي كان فيها الامن هي ما بقاش فيها الامن. خويا هنا عايشين في هذه البلاد ما عندنا لا امن لا شي حاجه لا دواء ولا والو. هذه البلاصه هنايا بالليل حنايا راه ما كنقدوش نطلعوا. عندنا ما كاين الظلمه ما عاد ما دايرينش لنا حتى الدواء وما كاين لا امن لا والو. دار قايد ديما حنا ديما هنا المضاربات ديما هادي بنادم الامن فين؟ ما عندناش هنايا حتى كوميساريه ما عندناش حنا هنايا حتى كوميساريه ما عندناش حنا هنايا ضايعين. ما نكذبش عليك اخويا ضايعين بزاف حنا هنايا في هذه البلاد هذه. ديما والدراري تيجيو ما تيهضروا معاهم ما حتى شي حاجه. تيجيو الدراري تيبقاو هنا تيدووا مع الدرياش ما كاينش اللي يدوي معاهم ما كاينش الامن اللي يهضر معاهم. كي غنديروا حنا ما يمكنش لينا حنا نهضروا نجيو ندووا مع بنادم راه خاص الامن ويكون واقف عاد باش ندووا حنا. حنا عايشين هنايا ما نكذبش عليك اخويا عايشين بحال ما فهمتش اش غنقول لك اخويا. اخويا راه ديما كيوقع هادشي ديما الكريساج اخويا في هاد البلاصه هادي راه تكريسا وعندنا الدراري ولا الدوار تكريسا وشي ثلاثه هنايا في هاد البلاصه. ولكن اخويا راه على الاقل هي الدواء راه ما كاينش. انت شوف بعينيك الدواء راه ما كاينينش من هنا حتى لدوار بلال ما كاين الظلمه بالليل. هاد الظلمه ما بقاش اخويا الباديه ما كاين لا امن لا والو. واش غنقول لك اخويا فين هو الامن هذا؟ فين اخويا ما عندناش هنا حنايا حتى كوميساريه. كاين ليسي وكاين اعداديه وكاين ابتدائي والامن ما كاينش. المهم حنا في العين المكان ديال بلاصه الجريمه فين تقتلت الاخت مريم اللي كيعرف الجميع باللي الدريه يعني خارجه مع ديك 3:30 بحال هكاك. وقعت الجريمه في هذا المكان اللي حنا واقفين فيه دابا. اش غادي نقول لك يعني تقتلت قدام الناس قدام في واضحه النهار يعني ماشي الليل ماشي شي يعني الناس كيشوفوا يعني هذا المجرم اللي قام بهذا العمل فلا اله الا الله. هذا الشيء اللي كنقولوا حنايا يعني ما عندوش يعني كنقول انا هذا الانسان يعني وحش ماشي شي انسان اللي طبيعي. هذا من المنظور ديالي. الطريق اللي كتجي منها الاخت مريم وبزاف ديال الفتيات اللي هي الطريق اللي كنقول كما كيشوف الجميع بلا طريق خاوية معرضة لجميع المخاطر منها الكلاب الضالة منها الدراري اللي ما عندهمش خدمة باركن غير كيدوروا يعني ما عندهم فين كيدير كيمشي حدا الليسيات وحدا المدارس كيتربصوا بالمراهقات. أخت مريم راها ضحية لهاد الناس اللي تربصوا بها وهاد الدري هاد الشخص اللي كان كما كيقول الجميع باللي كان داير في هاد البنايه هنا كان يعني بحال قلتي مخبي عليها هنايا. هي جايه السيده يعني قاريه وجايه طالعه لدارهم يعني تيخرج ليها وبغى يديها في هاد الاتجاه هوك العالم الله شنو كان باغي يعمل بها. انسان هاد الانسان ماشي انسان انا كنقولوا حالنا حيوان. واليوم هاد الاخت مريم خاصها تكون عبر الجميع. والمطالب ديالنا اش غادي نقول لك كنطالبوا بان تكون الامن. حنا ما عندناش ما كاينش الامن. الدارك الملكي ديال مليله فالدارك الملكي كيقوم بواحد الدوريات مكثفه ولكن التراب ديال مليله كبير بزاف. حنا كنشهدوا بهذا الشيء. الناس راه كنخرجوا بعض المرات كنلقاهم مع 12 وحده الليل كيدوروا الدوريات ديال الامن ديال الدارك الملكي. ولكن راه كنقول انا اكبر تراب في المغرب هي ديال مليله. اليوم خاصنا واحد البلاصه ديال الدارك تكون هنا في احلاف تكون قريبه للمواطنين لان العنصر البشري ما كافيش في مليله.